ثانوية الرياضيات محمد مخبي بالقبة، سرح عالمي يسهر على تأطير النخبة التي اختارت هذا التخصص لمواصلة المشوار الدراسي وفق مسار عالمي معرفي. ياسين تلميذ من الغرب الجزائري استقطبه هذا التخصص، فكان واحدا من التلاميذ الجدد بثانوية الرياضيات بالعاصمة. مع البداية كانت عندي تجربة في أولمبية الرياضيات السنة الثالثة متوسط والرابعة متوسطة العام الماضي، ولكن يعني من شهادة التعليم المتوسط يعني تحصلت على معدل 20 بمادة الرياضيات، ولهذا يعني التحقت بهذه الثانوية. هي تجربة يعني مختلفة يعني باش نطور المستوى الدراسي تاعي. ويعني أزيد من 540 تلميذا موزعين على 24 فوجا تربويا جمعتهم ثانوية الرياضيات من مختلف ربوع الوطن للتشبع بأساسيات هذا التخصص وفق منهج علمي متكامل. لم أختر بالضبط ثانوية الرياضيات، بل هي من اختارتني عن طريق مديرية التربية الوطنية. أنا قبلت لأنها ثانوية متميزة تحوي النخبة عبر التراب الوطني. هنا تلاميذ في ثانوية الرياضيات يتم انتقاؤهم على مستوى الولايات بترتيب تلاميذ الأوائل، بحيث نأخذ تلميذين الأولين من كل ولاية باحتساب علامة الرياضيات في اثنين المتحصل عليها في شهادة التعليم المتوسط، بالإضافة إلى معدل إذن علامة الرياضيات في اثنين زائد معدل شهادة التعليم المتوسط تقسيم ثلاثة، ونرتب التلاميذ ثم نأخذ التلميذين الأولين من كل ولاية، وفي حال التنازل نذهب إلى التلميذ الذي يرتب بعده. تلاميذ متفوقين مروا من هذه الثانوية تحصيلات علمية رائعة، تحصيل نتائج رائعة، بحيث وصلنا في بعض الدفعات إلى أكثر من 50% من الامتياز من التلاميذ. 50% من الدفعة تحصلوا على علامة أكبر من 18 في البكالوريا، وعموما تقريبا 100% من التلاميذ يتحصلوا على معدلات في البكالوريا تفوق 16، يعني عدد قليل جدا يعدون على الأصابع اللي تحصلوا على معدلات أقل من 16 منذ افتتاح هذه الثانوية. تكوين كفاءات علمية وتأطيرها ضمن رؤية استشرافية للمهن الراهنة يتطلب توفير الفضاء الملائم وتهيئة الظروف اللازمة لمرافقة التلاميذ خدماتيا وبيداغوجيا. هي كما يلتحق التلميذ لهنايا بعد غادي يتفاهم مع تلاميذ اخرين، يكون عنده خارج الدراسه راه عنده ناس هنايا ويكون معاهم ويمضي اجواء معاهم ويمضي وقت معاهم. كاين نوادي يفتحوهم هنايا، نوادي ولا نمارسوا رياضات ولا نديروا بحال جمعيه باش نتناقشوا كامل. واحد كل ما يتخالط مع الناس ويكون عنده فرصه باش يتناقش وباش يمد رايه وباش يتلقى اراء اخرين، كل مره يشوف حاجات اكثر وتتفتح له افاق اكثر. تلاميذ هذه الثانوية لهم ميزة خاصة، هم تلاميذ أذكياء ونجباء أيضا، يعني على الأستاذ وخاصة في المواد العلمية إعطاء المعلومة الدقيقة، لأن التلاميذ يبحثون ويسألون ولهم يعني لهم منطق رياضياتي أذكياء ويبحثون يعني ويحوسوا يفهموا على المعلومة يعني بدقة، يعني لا يتقبلوا معلومة بدون برهان أو بدون دليل، وفي كل مرة يعني يعطونا أسئلة يعني ذكية جدا يتعمقون في البحث في الرياضيات. تدريس هذا التخصص العلمي تولي له الدولة اهتماما خاصا، ونتائجه تعكسها مشاركات وتتويجات على المستوى الدولي. كيان أبو القاسمي واحد من هؤلاء التلاميذ الذين أبرزوا نوعية هذا التكوين وترجمه ذهبا وفضة في أولمبياد الرياضيات. شاركت في منافسات كما الأولمبياد الفرنكوفونية للرياضيات وين تحصلت على ميدالية ذهبية، ورانا نشوفوا بلي الجزائر راهي النتائج تاعها راهي تتحسن كل عام. هذا العام جبنا اول ذهبيه في التاريخ نتاع الجزائر وثاني ذهبيه في التاريخ نتاع افريقيا كامله في العالميه.
أظن بلي هذه الثانوية هي الثانوية الأفضل اللي تقدر تروح لها إذا كان عندك مواهب، باش خطاش هي اللي تمد لك الفرص أنك توري هذوك المواهب وتتلاقى بناس خلاف عندهم مواهب. الثانوية هذه الثانوية ماشي كما الثانويات الأخرين، خطاش المستوى نتاع التعليم اللي عندها والدقة نتاع المعلومات اللي تمدها راهي أكثر من الثانويات الأخرين، على جال هي تجمع أفضل التلاميذ في اللي كاين في الجزائر باش تقريهم قراية يعني فري مليحة باش يلقاو روحهم في المستقبل. أذكياء وعباقرة من خيرة أبناء الجزائر، جمعتهم ثانوية الرياضيات لمنحهم الفرصة للإبداع أكثر وبناء مسار علمي معرفي ليكونوا رقما فاعلا في بناء جزائر الغد.